intro. Like flex on you haters. Hi haters. Yeah. This is my world, so it's all in my favor. مش في اخر فلوق جيت على دبي؟ yeah. كنت في دبي، رجعت على السعودية وهلا رجعت على دبي. هاي لحظة لحظة لحظة. هاي جايز. دقتوا لي. لا. حلو. Oh my god. صداع. أنا عاملة حالي إنه كتير فرحانة بس oh my god ذاتي. Anyways حخبركم ليه أنا بدبي بعد شوي. بس هلا وصلت على الويندهام هوتيل، قلت لهم احجزوا لي شي سبا لأنه بطل فيي، راسي عم يجعني، كل جسمي عم يجعني قد ما عم سافر هالأيام. بس كالعادة هوتيل روم تور. Very nice. Hey. نشوف المنظر من هون. Wow. Okay, spa time please. Bye. بعد قليل. خي خلصت السبا، تحممت وهيك وشلت الميك اب سو ما تهتموا بشكلي، بس كمان طلبت روم سيرفيس، زبطت القعدة وهيك. واو ليلى شو هالفلسفة؟ With a view لك المنظر، غروب الشمس قدامكم، أكل بالأوضة بلا ما تطلعوا لمحل وتزبطوا حالكم. هاي حلمي تحقق. يس. اليوم التالي. صباح الخير. وعيت من الوجع كثير، كان راسي عم يوجعني. anyways حاسه حالي لحالي، ما عندي حدا هون like من قرايبيني. مام تيتا وينكم؟ فبعت لها فويس نوت لتيتا، I'm like تيتا بليز ساعديني، شو بعمل شو باكل؟ she's like حياتي خدي لبن مع رز وحطي له توم. اوكي تيتا لا. so سمعكم صوتها، she's so cute. اذا فيك تطلبي تيتا لبن رايب مع توم ورز، رز بس رز مطبوخ بس لحاله. حبيبي شو سوكي. anyways هلا حقوم وامشي على الفارماسي او لاقي شي طريقه احس احسن، لان عندي تصوير. بس حامرق على الهوتيل بريكفاست بركي عندهم شي اكل. ليه عم خبركم هالاشياء؟ اخرها بكون كيف شوكم بعدين. hey guys. hey guys. هيك بوعي نفسي. so اليوم رايح اصور فيديو مع شخص انتم كلكم مصرين انه بحبه او هو بحبني، ما بعرف. فهد سال، يلا بلشوا بالكومنت بليز. اوكي ناترا خلصتوا؟ اوكي كول. بس ما بعرف كيف حنعمل هالفكره اللي انا ببالي كثير موتره شيء. حنصورها بمول، بسوبر ماركت، رايحين نشوف فيلم. هي طريقه بس انا اخترعتها تاجبر فهد يظهر معي. so. بدكم تكونوا ذكية يا بنات، ان شاء الله يزبط الفيديو ويكون حلو، لان بعقلي I'm like واو هيدا الفيديو كتير بيكون رهيب. بس بالحقيقة ما بعرف كيف حنصورها، اذا حدا حيوقفنا، اذا العالم حيصدقوني. حتعرفوا على شو عم بحكي بفيديو جاي. هلا خلصنا الفيديو مع فهد، حتشوفوه ما بعرف انت حنزله، بس it's so funny. فيديو كتير كتير بيضحك. هلا فهد وانا حسن، he's a youtuber بس بالانجلش، جينا على Cheesecake Factory. بتعرف شو طلبته؟ obviously vegan salad. خي شو بكون حاسه انه شخص جديد هلا انخلق بعد ما سوي شعري. بدي ارتاح واخذ نفس، فقلت اليوم الوحيد اللي بعتقد فيني روح احضر غروب الشمس، فحكون رومانسيه. كنت رح اروح لوحدي بس قلت لها هبة تجي، بس بدي لايك نام على البحر. الهوتيل حيطردون منه. سو وصلت على البيت هلا، كنت حاخفى على البحر. it was so nice. anyways بدي جهز حالي وروح على a youtube dinner، عشاء لليوتيوب. بدي وعي نفسي لان بعدني عم بخفى. جهز حالي لهيدي الدينر. اوكي شوفوا شو انا عم بتطلع عليه. اللي استعملناها للفيديو اللي صورته هلا مع فهد، وانا ما باكل شوكولا، انا نباتيه. cool. اوكي سو اذا بتعرفوني بتعرفوا انا ما كثير بحب هول الايفنتس اللي فيه كثير عالم. انا عندي شيء اسمه سوشيال انكزايتي. ياي حسيته قد ايه صرت ست بيت. anyways ما بحب هول الايفنتس، بس مضطره اروح. وكمان في كذا شخص انا كثير متحمسه اشوفهم، كذا يوتيوبر اي لاف اللي كلهم مجمعين، فقلت يلا ليلى شد الهمه وروحي. right guys لازم نجبر حالنا نعمل الاشياء اللي مش كتير مرتاحين فيها. افهموا علي، جربوا تحدوا نفسكم على الاشياء اللي بتخوفكم بالحياة، صح؟ هاي انا مش خايفة بس انا مش عارفة تمشي بشي تاني. challenge yourself to make yourself uncomfortable. go through the uncomfortable and own it. right? I'm right. cool. اليوم التالي. هاي focused
Thank you. Guys, أنا أسوأ فلوجر شفته بحياتي. I'm so sorry. كل شوي بقول لكم أنا ضهري هعمل هالشي وما بفرجيكم هالشي. So sorry. أنتم بتستحقوا أكثر من هيك. بس الـ main event يعني الـ event اللي أنا جاي على دبي من شانه هو اليوم وبكرة. So هصحح كل هالشي حصور لكم قد ما فيي وإن شاء الله you know تردوا علي. Cool? Deal? لا. وهلا لاحظت انه ما خبرتكم شو هو الايفنت اللي انا جاي عليه. هو اسمه بلاك بي اليوم وبكره يومين هن بيكون في حسب ما فهمت انه بيكون في كتير يوتيوبرز يعني يوتيوبرز جايين من كل انحاء العالم كيسي نايستات ليلي بونت هول الاسامي الكبار وكتير يوتيوبرز كمان جايين من بلاد تانية من السعوديه كل شيء كونر مينارد جاي حيغني على المسرح اتس غانا بي ريلي كول كمان في لايك ميت اند جريت يعني المتابعين والفانز كلهم بيجوا وبيلتقوا ب their favorite creators يعني اليوتيوبرز المفضلين عندهم حيكون في خمسة بيعرفوني I don't know دايما بحس انه ما حدا حيعرفني whatever we'll see بنشوف okay yeah هيدي هي الايفنت اللي هلا رايحين له جاهزين انا مش Okay, وصلت شوي مؤخرة بس This is Big XB وهلا my boo up to here on stage Look at her Nori Hi, I'm so proud of her Nori Nori بعد من ال people that I love Hi وين شعرك اليوم؟ ليه مخبي؟ حكون عم بحكي هون على هيدا المسرح ركبنا المايك جاهز؟ جاهز متوتر متوتر كمان كله مجانب كن... انا حكي لك انا بتكلم بالمقالي خلصنا I feel like Britney Spears واحد اثنين ثلاثة أحلى جيل أحلى انترو حيطلبونا عم بيقول لي في على الكب هي شغلة I'm sure مأكدة إنه مين بيحط على الكب هيك شيء هذا مو هذا من بريطانيا اللي ما في بطاطا بالحلاوة في أشياء حلوة اسحبي جاي على هيدا الشيء لايك بوشنز هي الفكرة شو هي الأشياء اللي بتعمل النجاح إلي سو فيكم تنقوا مثلا الابتكار الحب اخر شيء بنحطها ب بوشن وفرنتلي بنشربها Oh my god.
كعكة. وإيمو وإيمو. وهذه مراد. ليلى مراد. أبوها مراد لا. لديك كعك. Yes please. أين الكعك؟ عيني. أنت عندك كعك؟ أنا أريد الكعك. أنا كمان أريد الكعك. من اللي الكعك؟ نبحث عن الكعك. يلا. مين إجت؟ حياتي. I love this girl. تغني من قبل. Exactly. بس هلا قبلنا face to face. Yes. We fell in love. خلاص صارت إلي. أنا إلك وأنت لإلك. ما حدا حيفرقنا. لا ما فيك تلعبها لليلى. لا والله. أنت ليكي. ليكي. شو عم بيصير؟ ما بعرف بس أوكي. Look who's here! Beyonce Arabia! And I miss you more! Can we stay together all the time today? Yes, yes, please. Guys, I love her. She's so cool. Hey, Xayel Vanilla. Guys, so I know, right? That's weird. I have a demographic. Like people that follow me are from like 9 to 25. You have to consider what's good for all of that. You can't curse, you know, or try not to curse. Do. But try not to curse. So try to be relatable to for some people. Whoa. لسنا حضرنا كذا ووركشوب يعني شفنا ليلي بونت عم تحكي كذا شخص مهم عم يحكوا وعادي كل الفانز عم يمشوا بين اليوتيوبرز كتير 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 حبيت الفكرة you know إذا أنا كتير بحب شخص بحب قبله هيك يعني chill place هاي بتكوني بالفيديو؟ اوكي قبلت هلا وحدة بدأت تتصور عادي كلنا سوا بالإيفنت anyways عم نتصور هاي بدك تتصور؟ آه ساين cool mama's signature قابلت كتير عالم اليوم معظمهم ما بدو يكونوا بالفيديو بس قابلت معتصم هالبلوك حيكون انا وياكي بس كو ليش حلو هذيك عندنا الدوخوة؟ ايه لسنا الدوخوة طول الوقت مشينا مشان هيك بيبي قولنا تحت بالتعليقات اذا شكلنا مثل الاخوان اوكي لا عادي بدك تاخذ ماي كاميرا معك يو كان فايند audience for everything that you love even if you think it's very not interesting but you will find people who are interested in it even if it's later دائما مع المونكي الايجابيه بتكون التعليقات او الناس اللي يقللوا منك او يقللوا من قدراتك اول ما اسمع كلمه زي كذا حط لي بال اوه بالله انا ما اقدر اسوي كذا لو قال لي انت ما تقدر انا احيانا ابويا ولا امي ولا صاحبي اوه ما اقدر خليني اروح اجرب بكتشف نفسي اتوقع لما بكتشف نفسي ف يعطيني دافع ان Girls, guys, this is everybody. Bye! I love this girl so much. I love you too. This girl is amazing. No, you're amazing. No, you're amazing. No, you're amazing. No, you're amazing. I really love you so much, and she's encouraging me to become vegan. So I'm trying. How will I let them see you? So I'm ready. وأنا كتير بحب الأردنية. أنا بعدي مش عارف معها من وين. من وين؟ تقعد تقلد لي اللبنانية. سوداني مصرية. Everyone should شوفوا her channel. حط لكم إياها بالdescription. She's so funny and I love her. Oh my god. Such a beautiful soul. I love Popsicle. Okay هلا رقنا شوي وواو شو هاللايت. فتحنا بس هلا أنا ناطرة كونسرت يعني حفلة غنائية جاي كونر مينارد وأكثر شيء محمست له هي ساندرا. ساندرا ساهي اللي هلا شفتوها عم تغني على المسرح وبدي روح وأقعد أعيط وأصرخ ساندرا. شو الاحساس انه ساندرا طلعت ترني؟ احساس جميل جدا انا خايف اكثر من عندها بس اعرف انه راح تبدع حياتي اجي اوف كورس هي ويلكم ساندرا I gotta know, gotta know.
يوم التاني صبح على هالوجه هالفنطل اسمع الفنطل غبية غبي تحدي اللهجات عن جد فاهمني هلأ بعد 10 دقايق أو 5 دقايق عندي ماي بانل فوق شوي موترة fingers crossed If I'm here with my guest Layla Murad Layla is a Lebanese Canadian How are you fitness fanatic? I am obsessed Just a little So growing up I was always like found myself like many girls and guys trying everything to lose weight I was just out for the information that I knew was out there Like the science, I find dorky stuff who just messes up. Let's say a lot. It's beneficial to me. For this content, I found it anyway. What about the people who take care of it? Yay! Finished my panel. كان مفروض انا وشخص تاني تايلر بس هو ما اجا فبس كانت انا بس الكل فكرني انه واو شو هاليوتيوبر جاي الكل بده يسالني اسئله ف ظبطت هاي حسن اجين هاي 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 Originally from Palestine. I'm mostly Greek and also Hungarian, Armenian, Ukrainian, and English. I'm Venezuelan, Dominican Republic, and Italian. I'm my dad's from Syria and my mom's from. هو شوفوا كده من برا الموضوع قاعد اسافر كل يوم على طياره مره حلو يس اول ما تخش ديب كده في الموضوع هون الميديا جوي تبعي تنشوف مين بيجي We finally met him up in Arafah. I love them. I love, we love you more. اصغر شخص بالميديا جويت. Look at me, so cute. Jay, on my meet and greets. I really love you, Layla. And now, Ma, Zainab. Hi. She came to the meet and greets, and I love you. Thank you so much. Me too. Hi, Amira. I love you. Thank you so much, Nujite. I love you too. I'm the one. I'm the only one. Okay, no. Looking at the one. I met you. And in my whole Jamilian, some of my favorite creators. Salam. Hey. After all the support I gave you. I love you, girl. By the way, guys, Layla is such a cutie. Aww. I love her so much. Hi, Ed. I love you right back. In her videos, she's so sweet, but in real life, she's so down to earth. The fact that I told her, hi, Ed. I love the whole Sahi family, especially the car. I didn't shut it apparently. But so then I think because مش نايمين ما عم ننام. It's fine. ما عنا وقت للنام. Seriously. خلاص دبي مين بدي نام؟ بفكر بدي نام ولا بروح بعمل لي شيء. ولا exactly. أنا دائما هون ليه لا؟ كمان اليوم حدا قلنا إنه نحن إخوة. يا خلاص. بعد السهر. يا الكل خلاص نحن إخوة بالقلب بس then كمان بالشكل. So okay. اليوم التالي. صباح الخير. هلا ابن دغري نمنا الساعة 5:30 شيك صوتين انا ما صورت بس نارين صورت اكلب حاحط لكم اياها حاليا اجى لعنا عمر هلا ترى مو علي الكاميرا فوق يتسلم قبل ما اسافر بيعمل الواجب يا بيعمل الواجب ترى حاليا ثلاثة هيك شيء قاعدين عم نشرب شاي ليلى هاي ماي سيستر هيرز مو هيز ريلي تايرد هيز داينج هيدي كانت امبارح سهرنا سوا وحكينا واز ريلي ريلي نايس اخر يوم الي اليوم بدبي فعندي كذا ميتنج بدي خلصهم قبل ما فل فهيدا اللي عم بعمله هلا حاليا وفي شي 10 دقايق تنوصل على المحل ف حنقم شوي وبشوفكم بعدين هاي
حاشتاق لهالغرفة، حاشتاق لدبي. خلص تعودت انه حارجع كل اسبوع، بس هلا راح يكون في فترة بين رحلة ورحلة، يعني شي شهر ترجع دبي. بدي اروح ودع نارين my baby sister. انا خلص تعودنا على بعض، فكل يوم كل يوم سوا، كل ايفنت سوا لازق بعض. هلا بدي اروح ودعها قبل ما اركب السيارة وروح المطار. فقلت بما انه عم ودع الكل بودعكم الكم كمان بهالفيديو، نسيت انهي الفيديو هذيك المرة. سو اذا بعدكم مش مشتركين شو عم تعملوا بالحياة؟ سبسكرايب، ما تنسوا تعملوا لايك على الفيديو اذا حبيتوا اي ثانية من الفيديو، اذا اي شيء حبيتوا لايك، وبحبكم وبشوفكم بالفيديو الجاي.